سيادة الرئيس اتكلم أيضا عن التحديات اللي بتواجه الوطن، وقال إن السنوات القليلة الماضية أثبتت إن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، وإن الأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية فرضت علينا مواجهة العديد من التحديات. ولعل السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابي بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث، وهي التحديات التي لم يكن لنا أن نصمد في وجهها لولا عراقة شعبنا العظيم وما بذله من جهود خارقة عبر السنوات الماضية لإعادة بناء بلادنا وتقوية بنيانها بما يمكننا من اجتياز أي صعوبات بمشيئة الله. أيضا الرئيس السيسي في خطابه امبارح تحدث عن أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، واللي من بينها إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي. ثالثا، تبني استراتيجيات تعزز من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.